ذلك الأستاذ المختار الجوان العائد إلى حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فنرحب به كذلك ونسأل الله عز وجل أن يبارك له ويثمر له الثمار الحسن في هذا الحقل الذي توجه إليه، وهو حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أشرف مهنة يمتهن الإنسان، هي مهنة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مهنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عندما سأله أبو بكر الصديق قال ما عملي يا رسول الله؟ قال عملي عمل أي دعوة من الله سبحانه وتعالى، فما أشرفه من وسام. وجاءنا كذلك الأستاذ عبد العالي الوشيري، وهو الذي يعني يتقدم الصف من البداية، وهو من المرشدين البارعين المتميزين بأدائه الطيب وصوته الشجي الحزين المؤثر في النفوس وفي القلوب، والمؤثر كذلك في وقت الفرحة كذلك. وكل هذا الأمر الذي نتحدث عنه وكل هذه الشخصيات الوافدة إلينا في مسجد مرطبة يظلها أو تحملها كفة اتحاد المسلمين بإيطاليا، وعلى رأسها الأستاذ العزيز قناتي الذي نشكره ونتمنى بإذن الله عز وجل أن يرزقه الله عز وجل الرزق الحسن والثواب الجزيل، وأن يجزيه وإخوانه معه في اتحاد المسلمين أحسن الجزاء، وأن يوفقهم لصالح المسلمين في هذا البلد. ونحن في هذا المكان نرحب بضيوفنا الكرام الذين هم أهل المكان وأصحابه أهل مرطوبة، وكذلك أرى وجوه جاءت يكرمونا ووجوه أخرى جاءت مساجد أخرى، فنرحب بالجميع بإذن الله عز وجل، لا نرحب بهم في مسجدنا ولكن نرحب بهم في مسجدهم وفي بيت الله سبحانه وتعالى، والله يرحب بنا جميعا سبحانه وتعالى فنحن ضيوفه. فصلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما مرفوضا، والكلمة بإذن الله عز وجل تبقى للضيوف الأكارم بإذن الله عز وجل. فكثيرا ما تحدثت أمامكم في أمثال هذه المجالس، إن شاء الله عز وجل نشكرهم، أشكر الإخوة الأفاضل، وجزاكم الله تعالى كل خير، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. بارك الله في الأستاذ منير على هذه الكلمة الترحيبية، فإن شاء الله ربما مباشرة مع الشيخ قائد العيد الشيخ، ولعل الكثيرين قد سمعوا به، فهو أول من سجل مصحفا برواية ورش من طريق الأزرق في الأزهر الشريف، وهو معتمد من قبله، وهو يعتبر أشهر قراء المغرب العربي. نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يسدد خطاه وأن يشفي والدته في هذه الليلة المباركة، إنه ولي ذلك. والقدر لا يقدر على إخواننا، فليتفضل إن شاء الله فضيلة الشيخ المخرج العلوي الكويتي إن شاء الله العظيم وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك وهو الذي جعل الليل
وعباد